دفعت الراية البيضاء، احزموا الامتعاء اندفاعا موفقا سيداتي انيساتي سادتي، يا من تشاهدون وتتابعون الكأس الاحدث والاغلى في العالم، كأس السعودية جروب 1، اغلى كوس العالم واحدثها على مسافة 1800 متر، 20 مليون دولار، تنتظر 13 اسما من نخبة الاسماء في العالم، يتقدمهم الياباني من المسار الداخلي بين ثلاثة، بينما طيبة في ثاني المراتب، كراون برايد داملين يحافظ فيه، وايضا جيوغليف يظهر في المرتبة الرابعة بالتعادي، هنالك كانتري جرامر في الخامسة، وكافي فيرون في السابعة، شعار رسمه الأمير سعود بن سلمان سكوتلاند يارد وأمبل مرود في الثامنة، والتاسعة على قرثراين في عاشر المراتب، ريميروس في الحادي عشرة، بين ثلاثة الياباني يتقدم الآن، يبدأ بتقسيم الخطوة، كافي فيرو يتوجه إلى المسار الداخلي، المطاردة قادمة من جيوغليف، وأيضا كانتر جرامر يعطيه الإشارة الآن، فرانكي ديتوري كراون برايد مع دام اللاين قادم، المنعطف ما قبل الأخير، بدأت الإشارات، أمبل مرود استحث أليكس سموري، كافي فيرون يظهر من بينهم، كانتري جرامر، صراع الكرة الأرضية هنا في الجنادرية تبدأ، هنا الأسماء مع المنعطف الأخير، هنا تهتز الكرة الأرضية، التوفرلينج الفاصلة، أهلا بكم في كأس السعودية بين ثلاثة، هل نشاهد واير تو واير، جيوغليف في ثاني المراتب، كراون برايت قادم، طيبة أيضا في خامس المراتب، أمبل مرود سابعا، لكن بين ثلاثة جيوغليف قادم مع كريستوف لومر يحافظ بين ثلاثة، واير تو واير، هاف فورلونج، كانتري جرامر قادم بين ثلاثة، كانتري بين ثلاثة، كانتري بين ثلاثة، يأتي في هذا المساء واير تو واير من البداية وحتى النهاية، يسجل اسمه فائزا في كأس السعودية، ألف مبروك للسيد، وايضا شركه هيرو ريس كومباني ليميتد، وايضا المدرب يوشوتو ياهاجي، والخيال يوتاكا يوشيدا، اليابانيين خطيرين في هذا المساء، يوشوتو ياهاجي قدم مستوى اكثر من رائع، شاهدناه متاخر قليلا في بعض الاشواط السابقه، لكن في الشوط المهم بالفعل حضر الياباني الخطير، حضر الياباني